بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتناول مع بعضنا النهاردة الفصل السادس في مادة تسويق الخدمات. هذا الفصل بيتناول مراحل تحديد السعر واستراتيجية تسعير الخدمات والتكاليف الغير مالية. فلما نيجي نتكلم على مراحل تحديد الأسعار، تمر عملية تحديد الأسعار بعديد من المراحل والعمليات التي يجب اتباعها لتحديد الأسعار. أولا، مراحل تحديد الأسعار. هناك العديد من المراحل التي يجب اتباعها لتحديد السعر، ويمكن بيانها على وجه التفصيل. أولا، تفحص الأهداف. اثنين، يقرر سعرا أوليا، سواء تسعير الكلفة أو التكلفة يعني، أو تسعير السوق أو تسعير الخلفي أو تسعير النفسي أو تسعير التنافسي أو تسعير العرض أو بطانة السعر. أيضا، وضع تعديلات للسعر كمقياس، كتخفيضات الكمية أو تجارة العلوات. أيضا، التسعير حسب قطاعات السوق، يا إما تسعير جغرافي أو تجزئة السوق، أو تسعيرا تحديد سعرا ترويجيا اللي هو سعر للسلع والخدمات كوسيلة إعلانية، أو تسعير ديناميكي. أيضا هناك في عوامل أخرى زي الملكية وحوافز التسعير. طيب إزاي نقدر نحدد الأسعار؟ عمليات تحديد الأسعار. السعر بشكل عام يمثل مجموعة من النقود يتم مبادلتها مع مجموعة من المنافع اللي أنت هتقدر تحصل عليها، فإنها عمليات تمر بالعديد من العوامل، منها المنافسة، القوة الشرائية، كمية الطلب، قيمة المنتج من وجهة نظر مشتري، أو الحصة السوقية المستهدفة، أو التكاليف، أو تميز المنتج سواء سلعة أو خدمة، أو إدراك المستهلك للقيمة المعروضة للمنتج، الحاجة والرغبة، البقاء والنمو، التوسع في الأسواق، المحافظة على الحصة السوقية، تحقيق الأرباح، القوانين والأنظمة، أو طبيعة المنتج. طبعا فلسفة الإدارة في هذه المنظمات والأهداف بتسعى إلى تحقيق تحديد الخدمات. يجب أن يخلق توازن منطقي سليم بين قيمة الخدمة وما يتوقع الاكسبكتيشن بتاع الكاستمرز بتاع المستفيد أن يحصل عليه من منافع بعد الاستفادة من الخدمة. الزبون بيتوقع الحصول على المنافع أو استخدام القيمة، عشان بقدر نقول كمستوى على الرضا الذي يحصل عليه من الخدمة. في منافع متوقعة من الخدمة، حافز الشراء للسلع الذي يدفع للخدمة. نقيم القيمة المتوقعة الصافية مرتبطا بعنصر الزمن، النفقات المتوقعة من الخدمة. بعد كده بيقول لك المنافع المتوقعة من الخدمة، ده الشكل العام بتاع منافع متوقعة من الخدمة. بعد كده عندي استراتيجية تسعير الخدمات. تعمل إدارة المنظمة الخدمية على تحديد مقدار السعر الذي يتحمله المستهلك، وكيفية تقييم المستهلكين للخدمات استنادا إلى أسعارها. طبعا بتطرح عديد من الأسئلة، وبتحاول الإدارة وضع الإجابة على هذه الأسئلة على النحو التالي. ما هي أهداف التسعير؟ هل سيحقق السعر الحد الأقصى للأرباح؟ استخدام السعر الواحد أم تسعير متعدد؟ هل على المنظمة أن تغير أسعار خدماتها وسلعتها استنادا للمنطقة الجغرافية؟ هل يجب على الإدارة أن تمنع خصومات وتخفيضات على السعر؟ كيف يسعر المنافسون؟ ما هي أسعار المنافسون؟ هل الهدف اختراق أسواق جديدة؟ هل الهدف قشط السوق؟ ما هو تأثير التسعير النفسي؟ كيف يؤثر التسعير الترويجي؟ ما هي الأسس التي يجب الاعتماد عليها في تحديد الأسعار؟ ما هو تأثير الأسعار الممتازة؟ ما هو تأثير التكلفة ووفرة الحجم وعمل الطلب والمرونة السعرية؟ ما هو السعر الذي يعزز صورة وسمعة المنظمة ومنتجاتها؟ ايه هو السعر الذي يساعد على الترويج الممتاز؟ هل سيحقق السعر المحدد النمو المطلوب لمنتجات المنظمة؟ هل السعر سيدعم نشاط القنوات التوزيعية؟ ما تأثير السعر الحالي، وما هو تأثير السعر العالي والتأثير السعر اللي هو المنخفض يعني؟ ما هو تأثير السعر الديناميكي؟ طبعا بيبقى غيرها من الأسئلة التي تطرح وتناقش بهدف التوصل ان احنا نقدر نرسم استراتيجية سعرية. وبشكل عام، ازاي نقدر نحدد استراتيجية التسعير؟ تحدد استراتيجية التسعير على اساس النحو التالي: تسعير السلسلة المنافسة، تسعير يستند على التكلفة مع الزيادة، تسعير قشط السوق، تسعير ترويجي، تسعير محكوم بعوامل السوق، تسعير اختراق اللي هو اختراق السوق، تميز سعري،
تسعير ممتاز، تسعير نفسي، تسعير ديناميكي، قيادة السعر، تسعير الهدف، تسعير المنتج المقيم. لما نيجي نمسك استراتيجية تسعير الخدمة استنادا على أسعار المنافسة، أول استراتيجية عندي المنظمة بتتبع هنا أسعار المنافسين، والاستراتيجية السعرية بتتبعها عشان تقدر استخدام استراتيجية هجومية دفاعية متحركة عشان تقدر تحقق أربعة. أيضا استراتيجية التسعير المستند على التكلفة زائد الربح، دي تعتبر من أسهل استراتيجيات التسعير، بتعتمد وتركز على حساب التكاليف الكلية سواء ثابتة أو متغيرة أو مباشرة أو غير مباشرة، مضاف لها نسبة من الربح من أجل تحديد سعر البيع، وبتنتقد هذه الاستراتيجية لعدم تقدير للطلب ولا تقدر عدد المشترين المحتملين. أيضا استراتيجية قص السوق، تستخدم هذه الاستراتيجية من قبل المنظمات الخدمية، بتعمل على استهداف قطاعات سوقية تكون منتجاتها يا إما أقل حساسية تجاه الأسعار من الآخرين، أو يدركون قيمة المنتج بشكل أفضل، أو لديهم استعداد لدفع سعر مرتفع. طبعا المنظمة في هذه الحالة بتعتمد على إيه؟ على أسعار مرتفعة، أو تقدم منتجات ذات جودة عالية، أو مبيعات أقل وأرباح مرتفعة. طبعا الاستراتيجية الرابعة استراتيجية التسعير الترويجي، تعتمد هذه الاستراتيجية من قبل المنظمات الخدمية، تهدف إلى تعزيز الترويج لخدماتها من خلال تخفي الأسعار لفترة ما، وقد تقوم في بعض الأحيان بتحدد سعر أقل من التكاليف لزيادة الشراء. تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات القصيرة الأجل. تقوم المنظمة الخدمية بتقدم عروض خلال فترة زمنية محددة كتخفيض أسعار تذاكر الطيران عند انخفاض الطلب الموسمي، منح تخفيضات على كرتات الهاتف النقال لفترة محددة، تقديم وجبة الطعام بسعر منخفض بهدف جذب الزبائن. بعد كده عندي استراتيجية التسعير المحكوم بعوامل السوق، تعتمد منظمة خدمية على آلية السوق وطبيعة العوامل التي تحكم السوق، وبتدرس كمية الطلب والعرض، توجهات الزبائن، أسعار المنافسة، ولكن هي بتعتمد بشكل أساسي على التكاليف في حساب الأسعار. أيضا استراتيجية اللي بعد كده استراتيجية تسعير اختراق السوق، استنادا إلى هذه الاستراتيجية بتعتمد المنظمات أسعار منخفضة لمنتجاتها، وعلى خاصة في مرحلة لما بنيجي نقدم المنتج للسوق اللي هي مراحل دورة حياة المنتج. برضو نفس الطريقة عشان نكسب اهتمام الزبون ودفعهم لاتخاذ قرار شراء وكسب حصة سوقية كبيرة. عند نجاح هذه الاستراتيجية فإن المنظمة تكون قد حققت أرباحا كبيرة، مما يجعلها تتبنى استراتيجية الأسعار المخفضة. بعد كده استراتيجية التميز السعري، تقوم المنظمة الخدمية بتحدد أسعار مختلفة لنفس الخدمة استنادا إلى تجزئة السوق، بنجزئ السوق، وبتحدد لاختلاف القوة الشرائية، الحاجة والرغبة، في كمية الطلب، المنطقة، وغيرها من العوامل التي لكي تتمكن أنها تقدر تكسب أكبر عدد ممكن من المشترين. قد تعتمد أحد العوامل الجغرافية في التميز السعري مثل تحديد سعر خاص للطلبية، سعر خاص حسب الفئة العمرية، حسب المهنة، وغيرها من العوامل. أيضا استراتيجية التسعير الممتاز، وثم أيضا تسعير السمعة، وتتصف هذه الاستراتيجية بارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يعتبر مؤشر أساسي لجذب المشترين الذين يهتمون بسمعة المنتج وجودته وموقعه ما بين المنتجات، وهناك القليل من المنظمات التي تعتمد هذه الاستراتيجية. أيضا السعر المرتفع ماله، كل منا أن السعر المرتفع بيديله دليل أو مؤشر على الجودة الجيدة للسلعة، يحققون منزلة اجتماعية أفضل وتشير لآخرين بأن مشتري هذه السلعة متبادل السعر دائما أعلى من أسعار منافسة ومنافع عالية. أيضا تكلفة الإنتاج عالية وهو الأفضل، نجد أن أسعار الدرجة الأولى في الطائرة بتختلف عن أسعار الدرجة الاقتصادية أو أسعار الدرجة السياحية، واللي بيسافر عليها رجال أعمال وزيود دخوله مرتفعة، تختلف طبيعة وجود المقاعد فيها والخدمات التكميلية. عربات السكك الحديدية أيضا بتكون في إنجلترا على ثلاث درجات، الأولى ممتازة ذات السعر ممتاز، الثانية ذات السعر المعتدل، الثالثة ذات السعر المنخفض. أيضا استراتيجية التسعير الضار، وبين قوسين بنقول المفترس أو العدواني، ترسم هذه الاستراتيجية بهدف إخراج المنافسة من السوق. استراتيجية التسعير النفسي، القاعدة التسويقية لتبني استراتيجية التسعير النفسي بتستند على أن بعض الأسعار لها تأثير نفسي على الأفراد وتدفعهم لاتخاذ قرارات شرائية. نظرية التسعير النفسي مستند على أن المستهلكين بيعملون أجزاء الأرقام على رغم مشاهداتها، زي مثلا يقول لك 4.99 من 100 دينار، وترى كأنها 1999، وقد يلاحظ الفرق عن 1991، وهي 1999، وقد يلاحظ الفرق عن 2000 دينار، يعني فرق بسيط.
يظهر المستهلكين بأن أسعار السلع خفضت الأقل ما يمكن، وسند البحث اللي قام به كل من كانس أند روبرت في مركز بحوث تسويقية في جامعة شيكاغو، ظهر بأن تخفيض السعر يعني من 89 سنت ل 71 سنت كمية المبيعات ازداد بمقدار 65%. أيضا استراتيجية التسعير الديناميكي تستخدم هذه الاستراتيجية للرد على تقلبات السوق أو استناد المعلومات التي تجمع عن الزبائن، ودي بترتكز على تحديد من هم المشترون، ما هي المبالغ التي صرفوها على المشتريات في الفترة الماضية. هذه الاستراتيجية تسمح بتعديل أسعار السلع استنادا إلى استعداد ورغبة الزبون للدفع. إن صناعة الطيران تعتمد هذه الاستراتيجية وبدفع المسافرين عن نفس الطريقة أسعار مختلفة، وتعتمد مثلا بعض الشركات الاستراتيجية من يقطع تذكرة في الساعات الأخيرة ما قبل الإقلاع، وهناك مقاعد شاغلة يدفع سعر أقل. استخدام هذه الاستراتيجية بيزيد من فرص تكرار شراء الزبائن لمنتجات الشركة. نجاح هذه الاستراتيجية بيعتمد على التسعير المنخفض، أو قد تعتمد أسعار مختلفة استنادا لاختلاف قنوات وترتيب المنتج. استراتيجية قيادة السوق، المنظمات في السوق تحتل موقع القائد التابع أو المتحدي. اعتماد هذه الاستراتيجية يستند على عندما تكون المنظمة القائدة في السوق تعمل على تغيير أسعار منتجاتها، فإن كل من التابع والمتحدي سوف يكون مستعدين لاتباع هذه السياسة وتغيير أسعار منتجاتهم. أحد المنظمات الصغيرة تعتمد كقائدة للسعر عندما ثبت كفاءتها وقدرتها في تحليل المتغيرات في السوق. هذه الاستراتيجية تجنب الشركات الصراعات التي تقود إلى حرب الأسعار. أيضا استراتيجية تسعير الهدف، هذه الاستراتيجية بتعتمد لمنتج معين يحدد السعر استنادا لمعدل الفائدة على الاستثمار وحجم الإنتاج، وتستخدم هذه الطريقة من قبل منظمات القطاع العام مثل شركات الكهرباء والغاز والماء. حجم الاستثمار فيها بيكون كبير، يماثل حجم الاستثمار في معامل إنتاج الصلاة. طبعا بقول لك إن هذه الاستراتيجية غير مراقبة للشركات وذات الاستثمار المالي المنخفض. أيضا استراتيجية تسعير المنتج المقيد، أن المنتج المقيد هو الذي لا يمكن الاستفادة منه على الرغم من أنه منتج متكامل مواصفاته، ولكنه يمثل جزء مصنع مثل أقلام الكاميرات، شفرات الحلاقة، رأس الرضاعة بتاع الأطفال وغيرها من الكاميرات، سلع كاملة الصنع والمواصفات مكان هناك. هناك عديد أيضا من الاستراتيجيات يمكن تتبعها المنظمات استنادا على إمكانياتها المالية والبشرية وإلى عوامل البيئة التي تؤثر على استراتيجية الأسعار وقيمة الطلب. وتمثل المنظمات من نفس الضغوط على الاستراتيجية السعرية، وكذلك بالنسبة للاستراتيجية السعرية بالمنتجات البديلة والتي يمكن أن تحل محلها. أيضا التكاليف غير مالية، تكاليف غير مالية بتمثل مصادر أخرى بيعتمد عليها المستهلك عندما يشتري ويستفيد من الخدمة، مثل كلفة الوقت، كلفة البحث، كلفة نفسية من خلال تقييم الشراء أو عدم الشراء، إضافة إلى التكاليف المالية التي تمثل العنصر الأساسي والأهم. تكلفة الوقت تمثل وقت الانتظار عندما يتفاعل الزبون مع مقدم الخدمة، الزبون أصبح بيضحي بالوقت بطرق مختلفة من أجل الحصول على الخدمة، مثل الانتظار في عيادة الطبيب لحصول على خدمة طبية، وأن الطبيب لا يستطيع أن يقدم خدماته لجميع المرضى في نفس الوقت. وتشير الجمعية الطبية الأمريكية بأن 22 دقيقة لطبيب الأسرة، 23 دقيقة لطبيب الجراح، وممكن يستغرق الانتظار من أجل الحصول على خدمة أقصر من ذلك، فكان ينتظر المريض 3 أسابيع لمراجعة الطبيب، وقد تستمر شهر. أيضا تكلفة البحث، الجهود التي يبذلها الزبون في البحث عن الخدمة وبيرغب الحصول عليها أكثر بكثير من الجهود التي يبذلها البحث عن السلع الملموسة. نفس الوقت أسعار الخدمات لا تنشر في المؤسسات الخدمية كما هو الحال بالنسبة للسلع، حيث تنشر السلع على الوقوف في المتاجر وسعر يكون معلن على السلع لأنها ملموسة وذات كيان مادي. المستهلك بيعرف سعر الخدمة عندما يتخذ القرار لشراء ويجربها ويستفيد منها، ويضاعف كلفة الوقت على الزبون. إن أغلب المؤسسات الخدمية تكون على شكل فرع واحد فقط، ولا توجد لها فروع أخرى إذا تم باستثناء المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين. تنوع وتعدد المؤسسات الخدمية، عدد كبير من المطاعم مختلفة، عيادات الأطباء، المستشفيات إلى آخره. تكلفة ملائمة، إذ يتحرك المستهلك الخدمة فنهم يتعرضون للتكاليف، والتكاليف تصبح أكثر ارتفاع عندما يكون التحرك صعب، وعلى سبيل المثال المعلق المريض. لذلك على المستهلك أن ينظم برنامجه مع برنامج المنظمة الخدمية، وأن المستهلك يبذل الجهد والوقت للتهيئ للحصول على الخدمة. أن من يرغب السفر على متن الطائرة فإنه عليه أن يتوجه لمكتب الشركة لقطع التذكرة أو للصالة التفين عن طريق موقع الشركة أو مكاتب الحجز، ومن ثم عليه الذهاب إلى المطار والإنزال المطار. أيضا في تكلفة نفسية وعقلية التي تعرض لها الزبون، تعتبر أكثر مؤلمة
من بين التكاليف غير مالية. الزبون أو الزبائن يكون لديهم خوف في حالات التغير، حتى وإن كان التغير إيجابي فإنه بيكلف المسلك تكلفة روحية. على سبيل المثال، رغبة الزبون في التعامل مباشرة مع البنوك لديه خوف من استخدام الصراف الآلي أو الصكوك لعدم شعوره بالارتياح، عدم مراقبته بشكل مباشر للعمليات المالية، استخدام الجراحة عن بعد من خلال استخدام الجراح الآلي يولد خوف لدى المريض وعدم الاستيعاب لبعد الطبيب وعدم الاتصال المباشر معه. كل هذه تعتبر تكلفة نفسية تضغط على قرار الشراء ومواقف المستهلكين. أيضا الدفع أقصر لتقليل وقت الضائع، المستهلكين قد يرغبون بدفع مبالغ أقصر من أجل الحصول على خدمة أسرع، وذلك لتغطية تكلفة الوقت. تغطية تكلفة الوقت الضائع.